بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. ابويا قال لي صوم وصلي، الله الله، وادعي لابويا وادعي لامي، الله الله، ما فيش غير غمش الهمي غير لما اتوضى وصلي. من يومين ظهر ترند جديد على السوشيال ميديا لمنشد ديني اسمه مصطفى، خلى مراته تلبس النقاب عشان تعرف تغني. تعالوا بينا نعرف ايه الحكايه. معانا المنشد الديني مصطفى رضا. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يسعدك ويحفظك كده ان شاء الله. قول لي يا مصطفى، انت بتشتغل منشد ديني بقالك قد ايه؟ هو انا بنشد من وانا في ابتدائي، تمام، لكن ابتديت يعني اشهر نفسي من وانا في اعدادي كده، بقيت اوزع دعاية ويعني اعلن عن شغلي يعني وكده. يعني شغلتك الاساسية هي الانشاد الديني؟ ان شاء الله، بس طبعا فاتح محل كده يعني في وقت ما بيبقاش في شغل عندنا بالفرقة بقعد في المحل بس. انت متجوز بقالك قد ايه؟ يعني بقالنا سنتين دلوقتي وشوية. مراتك كانت بتشتغل في الانشاد الديني قبل الجواز؟ لا، انا طبعا هي بنت عمتي، واحنا طبعا كنا متفقين ان احنا ايه بعد الجواز هتطلع معايا يعني وكده، لكن قبل الجواز لا ما كانتش، بس انا كنت عارف ان هي صوتها حلو وعندها الموهبة يعني. يعني مراتك كانت لابسة الحجاب بس انت لبستها النقاب عشان تعرف تغني؟ هي كانت متحجبة وكده، ولكن لما الحفلة اللي احنا عملناها دي عملت ضجة على السوشيال ميديا وفي ناس كتير نشرتها وكده، فالكلام وصل يعني اهلها بقى تتكلموا وكده، فانا قلت حل المشكلة ان انا ايه البسها نقاب، لكن هي ما شاء الله هي متحجبة ومتدينة وعارفة ربنا، لكن هو القصة مش بالنقاب يعني، ممكن تبقى لابس النقاب وبيسرق بيه، او ممكن يكون لابسه الحجة تانية، لكن احنا لبستوها علشان خاطر يعني في ظروف يعني، عشان خاطر الناس اللي هي كانت بتتكلم ونشتغل براحتنا يعني. يعني حضرتك ملبسها النقاب عشان خاطر الناس اللي بتتكلم، مش عشان خاطر ده قرب لربنا ودي عبادة مثلا؟ لا، اللي العبادة دي بتبقى الواحد بينه وبين ربنا يعني، حتى الواحد ما ينفعش مثلا يعني. انا واحد مرة بيقول لي انت بتصلي على النبي في اليوم كم مرة؟ قلت له دي حاجة بيني وبين ربنا ما ينفعش اقول لك عليها، فهي ان كانت بتتعبد لربنا ده حاجه بينا وبين ربنا، لكن ممكن تبقى لابسه النقاب وما بتصليش عادي يعني. يعني انت مش شايف ان ده تناقض شويه، ان انت مخلي مراتك تلبس النقاب وامرها بده؟ يعني انت اللي قلت لها اعملي ده، هي مش منها لنفسها عشان تغني، دي حاجه غريبه شويه. لا، انا مش اميرها ولا حاجه، ده هي لابسه النقاب واقتنعت بكده لان هي حابه الموضوع، فتلبس النقاب ولا تقعد في البيت ما تطلعش معايا في الفرقه. انا بالنسبه لي كنت اعطيها الحريه. ايه علاقه الغنى بالنقاب اصلا؟ انا يعني مش فاهمه العلاقه، انت يعني ربطت ده بده ازاي؟ لا، مش ربطت ده بده علشان خاطر ايه بقى، بترجع بقى لوجهه النظر بقى يعني، انت بتيجي اللي قدامك عشان خاطر العمليه تمشي، عشان خاطر ما تزعليش اللي قدامك، شوف انت عايز ايه. وهي طبعا الناس اللي كانت بتتكلم من اهلها لما تنقبت بقى الموضوع بالنسبه لهم سهل شويه. طيب بالنسبة للدين، انت مش شايف ان مراتك لما تتنقب المفروض يكون الشكل العام بتاع النقاب مفهوش فتنة او اظهار مثلا للعين بشكل اوفر شوية؟ يعني هي زوجة حضرتك كانت بتحط ميك اب ظاهر قوي في منطقة العين، المنطقة الوحيدة اللي هي باينة من النقاب، مش شايف ان دي حاجة غريبة شوية؟ لا، هو حضرتك هو طبعا هو مش باين الا العين بس، وانا ما بفهمش في المكياج قوي يعني وكده، بس اللي انا اعرفه ان الكحل والحاجات دي سنه. يعني لما تكون حاطه اي لاينر، انت مش بتفهم في المكياج ماشي، بس يكون منطقه العين ظاهره لفت نظر يعني، هي ممكن تكون بحجاب تمام بس مش ملفته النظر زي بالنقاب. حضرتك اللي بيبقى باين من النقاب حته قد كده يعني، مش معقوله يعني الواحد هيقف كده ويبص لها كده يعني، مثلا هو النقاب بيبقى ايه يعني حاميها شويه، لان احنا بنسافر اماكن بعيده بالفرقه وكده يعني، مثلا ممكن نروح البحيره، محافظات تانية، اسيوط، صهايج، الاماكن ده كلها دي، فبحس ان هي ايه بتبقى واخده راحتها شويه على المسرح. انتوا عملتوا الاغنيه بقالكم قد ايه؟
هي متسجلة بقالها أكتر من شهر، بس هي إيه نزلت بقالها 4 أيام. اسمها إيه الأغنية؟ ما بروحش مكان غير لما أتوضأ وأصلي. طب ممكن نسمعها؟ ما بروحش مكان غير لما أتوضأ وأصلي، ما بروحش مكان غير لما أتوضأ وأصلي، ما بروحش مكان غير لما أتوضأ وأصلي، ما بروحش مكان غير لما أتوضأ وأصلي. أبويا قال لي صوم وصلي، الله الله، وادعي لأبويا وادعي لأمي، الله الله، ما فيش غير غمشة الهمي غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش. أبويا قال حلوة يا بنتي، الله الله، كبرتي واتحجبتي، الله الله، انت اللي فيهم ايوة انت، غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. السوق يا مراكبي وهدينا، الله الله، وصلناك للمدينة، الله الله، صلي يا ربي على نبينا غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش. ابويا قال لي هات اصحابك، الله الله، واقري القران ويا احبابك، الله الله، ولا تفتحيش لغريب بابك غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. ابويا قال لي يا مصطفى، الله الله، اسمك اسمي في جيشيفة، الله الله، الحب زاد بك واكتفى غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش. ابويا قال لي ابويا قال بيتي يا آية، الله الله، هو القرآن كده كم آية، الله الله، تعالى راجع ويايا غير لما اتوضى وصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. الأغنية دي اللي عملت ضجة، انت قلت لي ان انتوا ليكوا اغاني كتير، علشان خاطر ربنا رايد لنا بالنجاح، لان احنا برضو مشهورين بس ايه مش للدرجة، عشان ابقى صريح معاكي، فهو ربنا رايد ان الأغنية دي تتشهر عشان احنا ايه ربنا يكرمنا. انا كان نفسي في ده من زمان. طب ما احنا لنا حاجات كتير محترمة وكويسة، مش معنا مع اللوشة اللي على دي. طيب انت مش شايف ان يعني من حق الجمهور ان هو ينتقد لما يلاقي فيديو في واحدة منقبة بتغني؟ وكمان انا شايفة الاغنية الكوبليه اللي هو ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي، يعني كوبليه بيتكرر بس الجمل الباقية اللي بتتقال في الاغنية ملهاش علاقة بالكوبليه ده. طيب تمام حضرتك، كده انت جاوبت على سؤال كتير من المشاهدين عايز إجابة لي حضرتك. هي الكوبليهات متكونة من 3 كلمات، يعني مثلا أبو يا قلبي يا آية، هو القرآن كده كم آية، تعالى رجوع ويايا، هي كده الأغنية الكوبليه بتاعها خلص. هي بتقول تعالى رجوع ويايا، بعد كده يقول لك إيه لما توضى وصلي، يعني معقولة هيجي يراجعه بس لما يتوضى ويصلي؟ لا، ده هي كلمة لما توضى وصلي دي كمالة للي بعديها، لما اتوضى وصلي ما بروحش مكان، زي لان احنا يعني واخدين اللحن بالظبط بتاع الانشوده بتاعت الباميه شوكتني وبتاعت ما اشربش ازوزه، هو طبعا تراث قديم، فطبعا ايه معمول عليه كذا ايه كذا كذا اغنيه، لكن احنا خدنا اللحن بس. طبعا ما فيش يعني اللي هيقول لك ما نفسيش في الشهره ده يبقى كذاب، تمام؟ طبعا احنا نفسنا في الضجة دي من زمان، بس كان نفسنا تبقى ضجة صح، بس عشان ابقى صريح معاكي يعني سواء ممكن حد يأذيكي
ويجي في صالحك انت، يعني هو بيأذيك بس ده خير ليك بالنسبة لك عند ربنا. يعني انا بالنسبة لي ممكن كتير هينتقدني ان مثلا انا بالنسبة لي انا شرف كبير ان انا طلحت مع حضرتك. ممكن بقى في ناس بقى تنتقد يقول لك ايه مش لا البرنامج ده ويطلع فيه. يا عم انا مبسوط وانا سعيد ان انا جاي من اخر الدنيا عشان اصور هنا، انت بقى يعني مش عاجبك الفيديو ما تتفرجش عليه. انا بروح معلش باحترامي ليكي بروح اغني في مؤتمرات تبع الدولة كتير، بغني اغاني وطنيه، بتبقى في ناس منتقده. انا يا عم انا بحب بلدي وبحب وطني، ده حاجه ايه ما تخصكش انت. انت مش حابب الفيديو ما تسمعوش او ما تعمليش متابعه او ما تشتركش في القناه بتاعتي عشان خاطر مثلا ما تتعبش ولما تشوف الحاجه بتاعتي. يعني افهم من كلامك كده ان الترند ده هو كان في صالحكم؟ ايوه طبعا كان في صالحنا، لان يعني بعد العسر يسر، اكيد اكيد بعد التعب راحه. وده حتى المثل الشعبي بيقول لك ما محبة إلا بعد عداوة. يعني ممكن اتنين كده يبقى اعداء، ربنا كده يريد كده ان هم يبقى حبايب على حاجة بسيطة. مثلا ممكن يبقى مثلا معاك طفل مثلا مريض، تلقى مثلا جارك انت ما بتحبوش، تبص تلقاه هو اول واحد ياخد ابنك ويطلع يجري على المستشفى. تبص تلقى لا قدر الله مثلا واحد مثلا عنده حريق في بيته ولا حاجة، تلقى جاره اللي هو بيكرهه وما شافش منه حاجة وحشة تلقاه اول واحد جاي بيطفيله. يبقى انت المفروض، انا بنصح نصيحة لكل الناس اللي شايف فيني، لما يكون في كره جواك لحد ما تظهرلوش علشان خاطر لو عايز يعمل معاك حاجة حلوة انت بتمنحها عن نفسك. هل مهنة الانشاد الديني هي مهنة مربحة لدرجة ان انت تتمسك بها للدرجة دي انت وايا؟ هو بالنسبة للماديات هي ما فيهاش ماديات قوي، يعني احنا يعني بالنسبة للماديات بتبقى قليلة خالص، بس احنا طبعا ايه عشان خاطر احنا حابين الموضوع فبالنسبة لنا ايه يعني الموضوع عادي، بس بناخد فلوس، بس مش اللي هي ايه يعني مش فلوس كتيرة. وفي نفس الوقت انا بحاول بقدر الامكان الزبون اللي بيكلمني بحاول ان انا ما طفشوش، يعني بحاول اكسبه، لان في ناس كتير مقرئين بتقرأ قرآن بتتاجر بالقرآن، يجي مثلا يستغل مثلا ظروف الموتى. طبعا اللي عنده حالة وفاة ده بيبقى ربنا يساعده ويكون في عونه، يجي بقى المقرئ محدش يتفق معاه، يجي بقى في اخر الليلة يقول له انا عايز 10,000 عايز 15,000، طب انا هجيب لك منين طيب؟ علشان هو ما اتفقش معاه. تيجي بقى الناس بتاخد فكرة وحشة عن القرآن. فانا بقى مش عايز اكرر الحتة دي معايا، لما بيرن عليا واحد معاه فلوس ما معهش فلوس بروح اعملها. ازيك يا ايه؟ بخير الحمد لله. انت اكتشفتي امتى ان انت عندك موهبة الانشاد الديني؟ يعني مثلا تقدر تقولي كان عندي مثلا 9 سنين 8 سنين كنت بدندن كده عادي، مش في دماغي موضوع ان انا مثلا منشدة او كده، كنت طفلة. وبعدين جيت كبرت شوية دخلت اعدادي بقيت انشد في الاذاعة المدرسية برضو، في مدرسة الدبلوم برضو الثانوية برضو كنت بنشد في الاذاعة برضو، والموضوع بالنسبة لي اللي هو اذاعة بس وخلاص. وجيت بعدها اتخطبت وكده اللي هو مصطفى، فكان جاي لي ان انت هتطلع معايا وكده، حبيت الموضوع ان انا مثلا عندي موهبه وحباها فنفسي ان انا يعني انميها، ففرحت وكده. ودليل على كده انا مثلا ظاهره في فرحي بوشي وظاهره في حنتي بوشي وفي اول حفلتين بعد الجواز او 3 حفلات بوشي وطبيعي خالص. بس لما لقينا انتقادات كتيره لبست النقاب كان انا اخد راحتي على المسرح، لان بنسافر جميع المحافظات واكيد بيكون في شباب وناس بتبص بس، فمش اكتر يعني. يعني وانت بالنقاب على المسرح مفيش حد بيبصلك؟ هو لو في بصه الناس مش عارفه شكل الانسان اللي قدامهم ايه، فعشان كده انا مرتاحه. بس انا عايزه اقول لك اصلا ان في بنات كتير لما بتكون لابسه النقاب وبتخلي شكل عينيها ملفت الناس بيبصوا لها اكتر من وشها كله باين. لا بالعكس، انا ما بشوفش البصات اكتر من يعني قبل النقاب كان بيتبصلي اكتر، وكنت ببقى مكسوفه يعني ومش واخده راحتي وكده من الناس والرجاله اللي حواليا وكده. لكن لما لبست النقاب ما فيش، حتى لو بصولي بيبصولي مثلا فضول ان في منشده واحده ست مثلا في الارياف، لان ما فيش في الارياف واحده ست غير بسيط خالص. بس انتي مش شايفه يا ايه ان فكره ان الناس تستخدم النقاب كان هي تخفي وشها دي حاجة مش صح ودي حاجة غريبة؟ يعني
احنا بنسمع مثلا كتير جدا عن منقبين بيخطفوا اطفال، بنسمع عن منقبين بيروحوا المقابر عشان يعملوا سحر، بنسمع عن منقبين بيسرقوا، يعني بنسمع عن ان دايما النقاب بيتحط في صورة اللي هو انا عايزة اعمل حاجة مش صح بس عايزة اخبي شكلي. انتي شايفة الموضوع ده ازاي؟ والله انا شايفة موضوع عادي، واللي هو انا لابسة حاجة كسترة بس مش اكتر، سترة بس يعني مش مثلا لغرض تاني. وانا فعلا مع حضرتك في الكلام اللي انت بتقوليه وكده، وان هو يستخدم في حاجة مثلا مش صح ده غلط برضو، بس انا لابسة كسترة لنفسي، عايزة استر نفسي قدام الجمهور مش اكتر. لاني انا اختلف، انا لو عايشة في القاهرة هيبقى بالنسبة لي الموضوع عادي، لكن انا من الارياف، بس ده كسترة عشان انا من الارياف بس مش اكتر. لما بشتغل في بلدي بس عايزة أستر نفسي قدام الناس اللي عايزة تنتقد، بس أنا بلدي كلها يعني يعني بتدعمني وكده، مفيش حد بينتقد، بس ده كسترة مش أكتر. الفرقة بتاعت حضرتك مكونة من كام شخص؟ مثلا الدرامز، الدفوف كده. طبعا الدرامز عشان خاطر في ناس بتعلق عليه، الدرامز ده نفس آلة الدف، يعني آلة شرعية مش حرام يعني ولا حاجة. وطبعا أنا وآية طبعا بنبقى منشدين، وبيبقى مثلا معانا الكورال اللي هو بيردد ورانا وكده. وفي مثلا زباين مثلا بتقول لك احنا عايزين مثلا منشد تاني معاك، وبنبدا احنا نتواصل معاه ونجيبه معانا. لكن هي الفرقه متكونه مني انا وآية بس. كان في ناس معايا زمان ولكن ما استمروش معايا علشان خاطر ايه، ما كانش فيه فلوس، كنت بطلع حفلات كتير بدون اجر، فطبعا ما صبروش بقى عليا. آية قوليلي ايه الحاجه اللي ممكن تحصل او الموقف اللي يخليكي تبطلي انشديني؟ انا متهيألي ما فيش اي حاجه هتخليني ابطل غير مثلا لو في مرض، يعني بعيد عن السامعين يعني، او مثلا لو في مثلا عندي انا مثلا اي حاجه تعطلني ظروف يعني في البيت بمعنى صح. يعني انا حاليا انا فايت. ممكن في يوم من الايام تقول لي ايه خلاص انت مش هتنزلي معايا تاني؟ يعني انا بحب الحريه بطريقه ما تتخيلهاش، يعني حتى مثلا في البيت لو هي مثلا عايزة تاكل حاجة وانا مش باكلها، ما لا انت براحتك وانا براحتي. يعني حتى مثلا ايه، لما كانت طبعا حصل ظروف كتير، كانت هي تعبانة مثلا الولادة والحمل والكلام ده كله، ده كنت بخيرها انا رايح مثلا احي مثلا فرح في المكان الفلاني، هتروحي مره مثلا تقول لي هروح ومره تقول لي مش هروح، فانا سايبها بحريتها. ولما حصلت الضجه في الاول خالص قلت لها براحتك، عايزه ما تطلعيش معايا براحتك، قالت لا انا هطلع. فاتفقنا ايه على موضوع النقاب، فهي لابسه النقاب ان هي يعني باقتناع، يعني انا مش غصبها عن حاجه، وعايزه تقلعه تقلعه، بس ايه يعني حريه بقى، يعني قلت لك انا معترف بالحريه وكده، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه بس في الصح مش في الغلط. بتقولي ان انت ما عندكش مشكلة ان هي تقلع النقاب، يعني لو قلعت النقاب وقلت لك بكرة هنزل معاك في الانشاد هتوافق؟ ما احنا قلت لك السبب من الاول، انا يعني انا ما عنديش. لا عايزة اجابة مختصرة، هتوافق ولا لا؟ ما انا هجيلك في كل حاجة بقى لها بداية ونهاية. هي طبعا انا لو عايزة تلبس النقاب من البداية، يعني احنا الفرح بتاعنا موجود على النت، بنغني انا وهي، والحنة بنغني انا وهي على النت، وطلعنا حفلتين بعد الفرح، حفلة تالت يوم الفرح وحفلة بعد الفرح بأسبوع أو بعشر أيام. كانت يعني هي ما لبستش النقابة إلا بعد الفرح يمكن بشهر ولا حاجة. فطبعا إحنا أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش استعداد إن أنا زعل حد لما هي تقلع النقاب، لأن أبوها طبعا مش بيقصر معانا وكده، وهو شايف بالنسبة له إن مثلا ان هي تلبس النقاب مثلا يعني مستوره شويه او كده، مع ان والدتها مش منتقبه ولا عندنا حد منتقب، بس زي ما هي قالت لك في الاول ان احنا من ارياف وكده، وبالنسبه لهم لما بنت تطلع على مسرح وتنشد بالنسبه لهم ده عيب. لكن انا بالنسبه لي عادي، انا فخور بسيادتك ان انت اعلاميه شاطره ومحترمه وميه ميه، ولكن بقى دي بقى بترجع للاراء. انا قلت لك ان انا ايه عندي حريه، بالعكس انا كل الناس اللي بتشتم في الكومنتات والكلام من ده انا داخل يعني بديهم اهتمام ان انا شفت، اللي بقول له شكرا على الدعم واللي بقول له شكرا على النصيحه. انا في مخرج بيرن عليا، طبعا اللي الرقم بتاعنا محطوط طبعا ايه على اخر الفيديو كده في التتر،
عشان يعني اللي عايز يجيبنا ايه ما يتعبش على الرقم وكلام من ده. فرن عليا مخرج يفتكر ان هو بيكلم الشركة اللي سجلت لنا الاغنية. فاول ما فتحت شتيمة بقى ايه، ما اقولكيش بقى شتمني وشتم شتم آية. فانا فضلت استمع له الاخر، وفي الاخر قلت له على فكرة انا معاك مصطفى رضا اللي غنى الاغنية، ما قلت لهش معاك اللي انت بتشتمه. والله العظيم قال لي انت لو قدامي دلوقتي لشيل جزمتك على راسي، انت فعلا استاذ محترم، لان انت لو مش محترم كنت غلطت فيها وكنت ايه قفلت السكة، لكن انت فضلت تسمع الشتيمة وسمعت شتيمة مراتك وايه، ده من اداب الحديث. انت حضرتك بتتكلمي، انا من مفترض انا ما زعلش، لان انت بتسالينا اسئله الجمهور عايز يسالها، وحتى لو انت اللي عايزه تساليها برضو ايه الكلام مقبول. يعني لما يبقى الانسان اللي قدامك انسان روحه حلوه بيتقبل اي حاجه ايه باي ان كان بقى، ان كانت وحشه او حلوه. معلش حضرتك عايزه اضيف حاجه. اتفضلي. الانشاد الديني ده الناس واخداه ان هو مثلا في الارياف حاجه عيب والكلام ده، دي رساله بنوصلها للناس بس عن طريق مثلا دفوف وغنى والكلام ده، بحيث نوصلها بطريقه حلوه تدخل الدماغ بتاع الانسان مثلا. فعندك مثلا لما بيجينا الزبون مش منتجر مثلا في الانشاد الديني، بنقول له مثلا معاك ما معاكش، لو قصر في حاجه وظروفه الماديه وحشه مثلا، العريس ما معهوش او كده او كده، احنا بنسد وبنكمل معاه، لان دي رساله عايزين نوصلها، ويعتبر احنا بنقف معاه عشان كل الشعب يبقى يعمل اسلامي والناس كلها تكون يعني قدوه لبعضيها. بس وعشان احنا حي برضو احنا حبينا، يعني انت طول ما انت حابه الحاجه، يعني مثلا ممكن واحد مثلا يقول لك ايه انت تسافر مثلا من الصعيد لحد مثلا مدينة ناصر عشان تروح تسجل اغنية وانت اللي بتدفع لها فلوس كمان، يا عمي قالك اللي غاوي نقط بطايته زي ما بيقولوا. فانا عشان حابب الحاجة انا بسعالها. بشكرك والله، احنا سعداء جدا ان احنا كنا موجودين مع حضرتك، ويا رب نكون ضيوف كده خفيفة على قلبك وعلى السادة الحضور وعلى الجمهور، ويا رب نكون اسعدناكم، يعني ما نكونش رخمنا عليكم. معلش بس عايزه اشكر كل اللي دعمونا، اهالينا وكل الناس بلدنا اللي دعمونا، اللي بيحبنا بقى واللي ما بيحبناش. انا بشكر كل اللي دخلوا عمل مشاهده ومشاركه في الفيديو، وبشكر كل اهلي وحبايبي اللي دعمونا.